اهلا وسهلا يا مرحبا، كيفك؟ اهلا دكتور قلبي. عندنا لك مفاجاه. شو هالمفاجاه؟ هاتي لشوف. قولي. لا انا ما بدي، لا قولي لي انت. بعد 6 شهور رح تصيري تيتا؟ لا ايوه حامل ب3 شهور ان شاء الله. الف مبروك. شو هذا اللي سمعته؟ اي والله مثل ما سمعت. دكتور قلبي ان شاء الله الف مبروك. مبروك لنا. الف مبروك امي. الله يرضى عليك. الله يخلي لي اياكي. الله يخلي لي اياكي. الله يرضى عليكم. الف الف الحمد لله. هات صوري طارق. ليش ما حكيتي من الاول؟ احنا اليوم لحقنا اليوم هيك موضوع هيك صغير بيني وبينك، معلش نكون لحالنا. 3 شهور ان شاء الله تمام بخير يا ربي. دخلي لك اياها. بتعرفي لو كان عمك طيب كان طار عقله بالفرح. هات لشوف. شوف يا اخي وائل، بدي اقول لك شغله بس، بتوعدني انه ما تعصب؟ لا اذا بتعصبني بدي اعصب. هلا بصراحه هي اولها بيعصب بس اخرها بيفرح. شو يعني صاير فيلسوف؟ شلون اولها بيفرح واخرها بيزعق؟ ما شاء الله عنا. ايه هات لشوف. شوفي بس اتفقنا انه ما في تعصيب. امري لله. هات لشوف. من فتره كنت عم بلعب بلياردو انا ورفقاتي، اجى لعندي واحد اسمه مازن، هيك نخر فيني مثل الصوص، وبصراحه انا كتير حبيته وصار كتير رفيقي. بعد فتره دق لي واخذني معه على بيت. هلا طلع هذا البيت بيلعبوا فيه قمار. بصراحه انا اول شيء خفت وما حبيت هاي الفوته منه، بس بعدين وقت شفت العالم عم تلعب وعم يربحوا كتير، لعب الشيطان بعقلي ولعبت أول ده. لعبت قمار ولا؟ وقال شو اتفقنا؟ ماشي كمل. المهم لعبت أول مرة قام فزت، ولعبت مرة تانية كمان فزت. هلأ عجبتني القصة وصرت ألعب كل يوم. أولت مبارح وقت طلعت من البيت لحقوني 2، قام سمعت واحد عم يقله للتاني انه رح يبلغ علي الشرطه مشان تيجي الشرطه وتحبسني. هلا هذا كلياته بدهم يحبسوني مشان ينزعوا لك سمعتك بالسوق ويقولوا اخو لوائل امرجي ومحبوس بالقمار. ايه عرفته هذا ابو معتز. بس انا اول امبارح دريت انه انحبس. زعل منك ابو اللول؟ اخوك لؤي اللي حبسه. شلون يعني؟ كيف انت اللي حبسته؟ بلغت الشرطه عليهم وخليتهم يجوا يلقطون وهن عم يلعبوا قمار بالبيت. تاريخ مو قليل لك لؤي. تربايتك معلم. اخي بس دير بالك لا تكون علقت. هلا بصراحه انا اول شيء حسيت حالي انه علقت، بس بعدين رجع لي عقل الرحمن. شو هالزمن اللي وصلنا له هذا؟ معقول في ناس واطيه لهالدرجه؟ اخي انت ليش معصب؟ روق. مو انت المهم انه ينحبسوا؟ انا حبست لك اياهم واكلوا هوا. حلال عليك رجال. هيك بدي اياك رجال. تربايتك انا ابو الول. بسات لك ولا لك؟ حتى بدي اياك تتصل بواحد وتوعده بقرني. لعيونك. بس بعدين شو بدنا نعمل؟ هيك قتله صغيره وبعدين بدي احطه بالحبس. ابشر شريك لعيونك. وانا شو بك انت؟ ما رح كون معكم؟ لا حبيبي لا، نحن مو ناقصنا اولاد، القصه بدها رجال. لا والله لا والله يا غسان، بتعرف خليه يجي، يعني 3 احسن من 2 بلا. طيب ماشي، وامتى بدنا نباشر؟ فورا. طيب بس بالاول بدك تحكي لنا قصه الزلمه هذا. شرف لأ احكي لك. يلا ما بتطعم. لا بس على هالحاله هذا ما بده قتله، بس بده حرق بالاسيد. والله منيح يا ابو اللول انك نفدت من هالقصه. غسان هلا بدي منك تتصل فيه وتوعده، بدي اياك هيك تزبط لك شي فيلم من افلامك. لعيونك ابو اللول. طيب هو عنده سيارة؟ ايه عنده، بس ليش عم تسأل؟ هلا بتعرف. امشي. يلا. سيك حسان. سيك هذا الرقم. هذا معطل فوقاني تحتاني. مازن؟ مازن مازن. مرحبا غالي. أنا اسمي هادي العكار. خير إن شاء الله. غالي أنا حابب هيك، سمعت إنه عندك سيارة صريفة، بس حابب شوفها يعني. إيه شو يعني؟ أنا حابب آخذها وبالسعر اللي بدك يا غالي. حلو. بس سوق معبى سيارات. ليش يعني سيارتي بالتحديد؟ لا لا لانه انا سمعت انه سيارتك كثير نظيفه،
بقى كيف فيني اشوفك هيك مشان قلبها يعني؟ امتى ما بتحب؟ المسا منيح؟ ايه منيح؟ اي ساعة؟ ساعة 8 نحكي قبل ما نتشاوف. ايه مشي مشي غالي مشي. اهلا يا هلا. يا هلا غالي هلا. صلي معك؟ برافو عليك. لك غسان لك تاريك ذكي يا زلمة مو مبين عليك ليش؟ هلا؟ ماشي. حب امزح معك ما بقصد. بس خلص يا شباب هاليوم الساعة 8. غسان شو يعني تقلبوا السيارة؟ يعني تقلبوها؟ تقلبوها؟ تفضل عالف همان. معلم حبيبي نقلب السيارة يعني نشوف وضعها، نشوف ناقصها شيء، بدها شيء، مقصوصة، مقلوبة، ما بعرف شو هي القصص يعني. وانت شلون عرفت كل هالمصطلحات هاي؟ حبيبي اخوك غسان مقضي لمصدي، ابو اللول قل له، ابي شو بيشتغل؟ ابوك شو؟ ابوك جندي مو؟ جندي مشغول. بابا عنده مكتب سيارات يا شباب شو بكره؟ امشي لعند ابوه يلا امشي. وينه غسان؟ صارت الساعة 8 إلا 10 ولهلا ما إجا. لك شو بدنا فيه؟ منروح لحالنا وبعمل حالي أنا اللي حكيته. يلا فهمان أنت على فكرة فهمان منيح. يعني على أساس ما كنت معي بالصالة لما شافك وتعرفنا عليه. إي والله. شو يعني يا غسان بدك تيجي ولا لا؟ أنا بعرف وينه، امشي لقلك. لوي؟ لك لوي؟ لك تاخذ دفتر. إله إن الله وبعدين معقوبة هالمجانين هي. استناني. غسان بسرعة شوفي روح بسرعة هلا بعدين روح. لا ما شو قصتهم هدول؟ في شي مو صح. غسان هداك هو ليك اسمع لقلك قول له عنده وحاول تماطل معه شوي واهم شيء تخلي المفتاح بالمارش فهمت؟ لك خليها شغاله مشان السرعه احسن. إيه شو سرعه ما سرعه انا ما بعرف سوق يا جماعه. خلص اخي انا قلي لك انا اللي رح اسوق خلص امشي. شو هالبلوي؟ روح خليك بسرعه. مرحبا حبيب. علي شلونك؟ تمام. هادي العكار. أهلا وسهلا. أنا مازي. عراسي. هاي هي المحروسة؟ هاي هي. والمفتيح وينه؟ بقلبها؟ بقلبها. شارف جربها. يلا. شو درونك هذا؟ شكلك؟ تعال حط صوت. روحي. بدك تورطني بالقمار مشان شو؟ مشان تنزع سمعته لوائل ما يا كلب؟ إذا هيك وصلت القصة أنا بدي لك شو صار بصراحة بقى. قلي لشوف هات. هيك لوي أنا ما دخلني هذا أبو معتز. أبو معتز له على أخوك مصاري وسندات وشيكات كان بده يقدمهم للمحكمة بس ما قدر يساوي هيك لأنه كل السوق بوشه
وما فكر بمعتز غير انه يلوت سمعة اخوك يجيبها بالارض. لهيك بعتني لي. انت بتعرف الباقي. وينهم هدول الوراق؟ معي بالسيارة. شادي روح جيبهم. ما فيك تجيبهم. وليش بقى؟ هن بيتابلوا السيارة. تابلو ما بينفتح غير بالبصمة. شرف لك. يلا امشي. شو بالك؟ استهدي بالرحمن يا ابن الحلال، عم نمزح معك شو بك؟ خلاص ولا؟ لك انتو جدبان؟ عم تعلقوا معي انا مازن ما حدا بيعلق معي. حقكم ثلاث رصاصات. شو رايكم هيك قتلكم وزدكم للكلاب تنهش بلحمكم؟ لك شو حالي؟ يا حرام حرام حرام. ولقلكم رح قتلكم وادفنكم. انت اولهم يا لؤي. طلع فيني ولك. اهلين لؤي. مرحبا يمنا، كيفك؟ تمام. وائل هون؟ لا ما بدي فوت، الله يخليكي. وائل هون؟ ايه. معلش نادي لي اياه. تكرم. تسلمي. وائل أبو الول، كيفك؟ تمام. غير ثيابك بسرعة ونزل معي. ليه شو في؟ مازن تحت بالسيارة. مين مازن؟ لك مازن اللي أخذني على القمار. إيه رح غير ثيابي وروح على طول. يلا بسرعة. ناطرك تحت. تفضل على البسطرة. هذا أنت يا مازن؟ أنا ما دخلني، هذا أبو معتز. يلا أنت ما رح تبطل هالولدني تبعك؟ كم سيمة صرت عامل بالشرطة لاحقينك من قرنين لقرنين؟ أنا ما رح سلمك للأمن أو للشرطة، لأنه عندك أم تعبانة وقاعدة بالبيت، بس كرمالها. يعني شو؟ فلتو يعني؟ فكوه. يكون بعلمك يا مازن، إذا مرة ثانية بقى بتفوت ببواب لخم وتعمل لي حالك حربوق، الله يكون بعونك. دير بالك على أمك لأنه ما حدا بينفعك. فهمت؟ وائل، هدول سندات أمانة باسمك، لقيتهم عنده. مسيك. هدول السندات إلكم وأنتوا إلكم مصاري معي. بكرة بيوصلوكم على دوز بار. أنا ما باكل حق حدا. اتركوه يروح شباب، اتركوه يروح. مثل ما قلت لك يا مازن، إذا بدك تملحه لهذا أبو معتز بده يروحك ويدهورك. أنت هلا بنظر العالم كلياتها مجرم ونصاب كبير. مشان هيك روح دير بالك على أمك أحسن لك من كل هاللعي الفاضي. ماشي. معلش اخي معلش، اذا مو مشانه مشان امه المسكينه. مشان امه المسكينه؟ يعني ما بتتخيل شو صار فينا بس لنوصلك يا لهون بعز دين هالبرد. بسيطه بسيطه، يعطيكم العافيه الا ما يتربى.